وسط غياب النجوم وبتكريم ما يقرب من 30 أم شهيد من شهداء الشرطة والجيش، انطلقت الدورة الخامسة لمهرجان الفارسات الدولي. كاميرا عرب وود تواجدت بالحفل وكان لها تلك اللقاءات. شهد المهرجان إقبال ضعيف من الفنانين على عكس الأربع سنوات السابقة من دورته، واللي شهدوا إقبال كبير من الفنانات، خصوصاً إنه من أهم المهرجانات اللي بتهتم بالمرأة سواء فنياً أو اجتماعياً. فعلى الرغم من إعلان إدارة المهرجان حضور عدد من الفنانات منهم شيري عادل، نسرين أمين، سلوى خطاب، ريهام عبد الغفور وعلا غانم، إلا إنه لم يحضر أحد منهن، واقتصر الحضور على الفنانة دينا فؤاد والفنانة رشا مهدي. مبسوطة طبعا إن هو بيتعمل السنة دي في مصر، مبسوطة جدا إن الجمهور صوت لي واداني جايزة جميلة جدا، جايزة المرأة الفارسة في مجال الفن. دايما يا رب يبقى عندنا مهرجانات بتتعمل على أرض مصر وتكون بالشكل القوي ده. هي جايزة مهمة لأي امرأة، طبعا المرأة طول عمرها ليها دور مهم في المجتمع، بس أوقات شوية كده هي بترجع لورا، بس الحمد لله في الأيام اللي احنا فيها والسنين الأخيرة لا هي بتطلع تاني لقدام في كل المناصب مش بس فنيا، وده حاجة بسطاني شخصيا. منظمو المهرجان شافوا ان سبب غياب النجمات التي تمت دعوتهن يرجع للظروف التي تمر بها البلاد.